بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم من وحي القرآن، وحديثنا عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. الله سبحانه وتعالى كما أمر بطاعته أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لك أيها الإنسان أن تقدم رأيك على رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي بيان أنه لا تقدم حتى رأيك وليس لك اختيار في ذلك، هذا هو الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كذلك لا يحل لنا أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال له رجل: أرأيت إن أنا حرمت قبل الميقات، هل علي شيء؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في أميال أقطعها ألبي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حد المواقيت الخمس المكانية يحرم منها من أراد الحج والعمرة. فقال: قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك حال النزاع والاختلاف نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إليها في حال حياته التحاكم إليه، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى ما جاء في شريعته. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بل نفى الله الإيمان عن الذين يتحاكمون إلى غير شريعته وإلى غير دينه صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من أنفسنا وآبائنا والناس أجمعين. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو الواجب. فقال عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فيجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدمه على أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين بعد محبة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلالة واضحة على أنه لا نقدم محبة أحد من الخلق على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أننا نصلي عليه إذا ذكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وسلم. وبهذا نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل.
حياكم الله أعزائي المشاهدين. بعد هذا الفاصل ونواصل الحديث عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في حال حياته يجب أن الإنسان يغض صوته في مخاطبته مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الصحابي الجليل كان جهوري الصوت ويسمى بخطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدافع عنه. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته يبكي وأغلق عليه بابه ولم يخرج للناس حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أين ثابت بن قيس؟ سأل جاره فأخبره بالقصة أنه يخشى أنه قد حبط عمله بسبب رفع الصوت وأنه جهري الصوت، فقال: ائتوا به. فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فلما جاءه فقال: ما لك يا ثابت؟ فقال: نزل قول الله عز وجل كذا وكذا. قال: فخشيت أن يكون حبط عملي وأني من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت من أهل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. فثابت ظن هذه الآية نزلت فيه وهي ليست فيه. ونحن اليوم يجب علينا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا لما ندخل مسجده، فلا نرفع أصواتنا. عمر رضي الله عنه في خلافته سمع رجلين في المسجد قد ارتفعت أصواتهما، فقال لرجل عنده السائب ابن يزيد، قال: أتني بهذين الرجلين. فجيء بهما لعمر فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اليوم أيضا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال سماع حديثه. يعني بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقول إنه ليأتي الشاب ويتحدث في المسجد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإني لأنصت لحديثه، تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يولد هذا الشاب. شوف الأدب. لذلك أن نتأدب كما كان الصحابة يتأدبون إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا إليه بوجوههم وكأن على رؤوسهم الطير، احتراما وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حديثه. فاليوم إذا تحدث المتحدثون، خطيب الجمعة، كذلك في الدروس الدينية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتأدب وأن ننصت وهكذا. فهذا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأدب مع النبي أن نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحب أصحابه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم وقربهم إلى الله عز وجل. فهذا كله من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا نغفل عن الصلاة عليه كلما ذكر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبهذا أعزائي المشاهدين أتينا على ختام حلقتنا، فأسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.